السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نكمل إن شاء الله مع بعض فكرة إعادة الإعمار، وإحنا بنتكلم عن إعادة الإعمار بحيث إن إحنا ننتقد الأفكار ونحاول إن إحنا نحسنها، وياريت حد ينتقد وياريت حد مثلا يصلح لي، بحيث إن إحنا نعمل ملف يصلح لكل مكان وزمان إن شاء الله. نسأل الله إن يحفظ العباد، يعني ده علاج، فنسأل الله إن هو يعافينا من المرض والآفات اللي نضطر ان احنا نستخدم فيها العلاج. قبل ما نبدأ حابب بس اتكلم في نقطتين. في مثلا انا عمال الفترة دي بقرأ بعض الكتب الخاصة بعمارة اسرائيل وللناس مش عرب، ناس اسرائيليين وليس صهاينة، يعني هو مولود في اسرائيل واخد الجنسية الاسرائيلية لكن هو ضد الاستعمار وضد الصهيونية واضطهاد الاخر. فكتاب اسمه أرض جوفاء، الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي، بنكتشف إن كل حاجة اتصممت للاحتلال واتصممت للتضييق على الفلسطينيين، وإزاي إن هو يعني هو بيعمل أي مستوطنة بيبقى حريص إن هو يحطها فوق حاجة عالية وإن يكون مفتوح على الخارج، بحيث إن كل مبنى بيعتبر زي برج مراقبة وبيراقب المكان وبيراقب الكرة الفلسطينية اللي موجودة في السف. وحتى الطرق دلوقتي عاملين طرق، يمكن الكتاب ما اتطرقش ليها، لكن الطرق في طرق مخصوصة للعربيات الإسرائيلية بتوصل ما بين المستعمرات أو المستوطنات، والطرق بتاعت الفلسطينيين بتبقى بعيدة وطويلة ومشاكل كتير جدا. فاحنا عايزين برضو أي حاجة بتتصمم عارفين إن دي أماكن الثغور وأماكن اللي هي ممكن يحصل فيها حاجة، فلازم تكون مصممة بشكل يراعي الحالة الخاصة ليها. تاني حاجة، واحنا دي المفروض احنا كنا نتكلم عنها بعد فترة لكن الوضع الحالي يعني بيناقشوها دلوقتي، فخلينا نفهم الفكرة. هما بيقول لك دلوقتي احنا عايزين نعمل ميناء. طب ليه هما عايزين يعملوا ميناء؟ لان سبحان الله ربنا حط غاز طبيعي كتير جدا في السواحل قدام غزة وحط بترول في الضفة، فهم عايزين ياخدوا الاثنين. فامريكا قالت لك احنا عايزين نعمل ميناء، بس اسرائيل هي اللي عايزه تعمل التصميم او هي عايزه توافق على التصميم، فعايزه تعمله بالشكل دوت. نحاول نغير الفونت شويه. عايزه تعمله على شكل مثلث، الراس بتاعته هنا. ليه؟ عشان في اي لحظه عايز تضربها تروح ضربه دي وتقدر انها تدمر الجزء ده لوحده وتقدر تدمر الجزء ده لوحده. لكن اللي احنا كنا بنتكلم فيه في موضوع الركام ان هو ما يبقاش بالشكل دوت، عايزين نستفاد من الركام والدمار اللي حصل، بان هو هناخد منه الحديد وناخد منه كل العناصر اللي نقدر نستخدمها تاني، وشكل الميناء اللي احنا كنا بنتكلم فيه يبقى عامل كده كده تمام، بحيث ان يبقى فيه جزء كبير جدا ما يقدرش ان هو يضرب طبعا كل ديت او يقدر يدمر. هو عايز يبقى في جسر صغير كده متر في متر، هو ده اللي لو ضربه يفصل الجزء ده عن الجزء دوت. فدي اهميه التصميم واهميه التفكير المعماري، بحيث ان انت تعمل الحاجه الصح المناسبه. ونسال الله يعني يبقى النصر قوي فتقدر ان انت تحط الشروط بتاعتك. طيب نرجع بقى للموضوع بتاعنا، إعادة الإعمار معماريا. لازم كل يكون متقبل للفكرة ويكون في مشاركة للآراء ويكون الناس كلها فاهمة ايه اللي بتحصل وايه المزايا وايه العيوب، ويكون في شفافية لجميع الأطراف، ويكون في مشاركة مجتمعية لجميع مراحل التصميم، وفي ورش عمل تفاعلية نبدأ ان احنا نفكر فيها. ممكن تلاقي واحد بسيط جدا انه بيعرف يقرأ ولا يكتب لكن يديك فكرة معينة تطور التصميم بتاعك. طيب الدمار للأسف قوي جدا، فلذلك إعادة الترميم وإمداد البنية التحتية دي حاجة ليها الأولوية الأولى، لأن مش هتقدر تعمل إعادة إعمار من غير ما يكون عندك الاحتياجات الإنسانية الآدمية. وطبعا لازم يبقى في المستشفيات من أوائل الحاجات اللي تتعمل، وبعد كده المساكن، لأن 80% من المباني السكنية بالقطاع أصبحت معدمة ولا تصلح للسكن الآدمي،
لكن ممكن تبدأ تعمل بقى دراسة وتبدأ تحدد البيت دوت مدى الأضرار اللي موجودة فيه، هل الأضرار ممكن تصلح من خلال إن إحنا مثلا ندي الفلوس للمالك هو يبدأ يصلحه بنفسه، ودي أفضل حاجة لأن هو أدرى بالبيت بتاعه كان عامل إزاي وهو عايز يرجعه إزاي. والفلوس هتبقى على 3 مراحل، بحيث أول مرة تديله بحيث إن هو يبدأ شغل، أول ما تلاقي بدأ يخلص تبدأ تديله جزء تاني والتالت وهكذا. طيب، فاحنا بنتكلم على المشاركة الشعبية والمجتمعية، الأطراف الحكومية، المؤسسات الدولية والمقاومة. أي حديث عن إعادة الإعمار من غير ما تشرك الناس المقاومة فمش تنفع، فما ينفعش إن أنت تستثني أي فئة لأن هما يعيدوا بناء بيوتهم. طيب، في أفكار كتيرة، وياريت أي حد عنده أي فكرة ممكن إن إحنا نطورها مع بعض ونحاول إن إحنا نعرضها بشكل قوي. فأول حاجة رفع الركام وتصنيفه، ونبدأ إن إحنا نقسمه، لأن الحديد فيه صعوبة في الحصول عليه، فلازم نعيد نخرجه من قلب خرسانة ونعيد استخدامه. ولو في أي حاجات خاصة، مثلا حتى لو في أجهزة خاصة بالتكييف، حتى لو شغالة ممكن إن إحنا نعيد استخدامها ونعمل بعض الحاجات. يعني من ضمن الأفكار اللي هنتكلم عنها إن إحنا ممكن نعمل أجهزة تحول الهواء لمية بجهاز تكييف مش شغال بايظ. طيب، التشغيل والمتابعة، ونبدأ إن إحنا نعمل حصر لكل حاجة، ونبدأ إن إحنا نتابع إيه الحاجات اللي اتبنت والحاجات اللي نص هدم واللي إحنا نقدر نعيد استخدامه تاني. دي بعض التصميمات للمنازل. طيب، لما نيجي نتكلم في إعادة الإعمار، بنلاقي إن إحنا عندنا الإيواء العاجل. أنت محتاج تعمل أي مبنى بأي شكل للناس بحيث إن هم يلاقوا مكان يقعدوا فيه، وده مش اللي إحنا بنهدف ليه. إحنا بنهدف إن إحنا نعمل مدن ذكية بأقل تكلفة، اللي هو البناء الدائم. فدي الإيواء العاجل والإيواء الدائم، دول حاجتين لازم نفكر فيهم، ونفكر فيهم بحرص، لأن الإيواء العاجل بيكلفك فلوس وبعد كده ممكن بعد كده هتسيبه، فممكن تخلص الفلوس اللي معاك لإعادة الإعمار على الإيواء العاجل اللي أنت هتسيبه. فلازم تدرس إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها وما تكونش مكلفة. يعني عايزين حاجة هنستخدمها فترة معينة لحد ما البيوت تتعمل، بس ما تكونش مكلفة، لأن التكلفة دي مش هتستخدمها تاني. زي مثلا ممكن تستعيد في مثلا الزلزال اللي حصل في تركيا والفيضان اللي حصل في ليبيا والمشاكل اللي حصلت الفترة اللي فاتت دي، كان في ناس حطت بيوت سهلة الانتقال، فدي ممكن تيجي للمكان اللي حصل فيه لا قدر الله الحادثة بحيث ان احنا نقوي الناس فترة معينة. انما لما هتقعد تبني حاجات وبعد كده مش هتستخدمها تاني، دي من ضمن المشاكل اللي بتحصل في موضوع إعادة الإعمار. فالإيواء العاجل ان احنا بنوفر مأوى، ومأوى اساسي للاشخاص المتضررين من الصراع او كوارث طبيعية، فلازم يكون آمن ومريح وملائم للاحتياجات الثقافية والاجتماعية للأشخاص المتضررين. هو ضروري لسلامة الأشخاص، ولازم يكون في حد أدنى من الرعاية الصحية ما حدش يستهتر بيها. من أهم، يعني كان في ناس تقولك لا أنتوا يعني ناس في حرب وأنت بتبعت صابون وبتبعت فوط وبتبعت الحاجات دي، مهمة جدا، دي ممكن تسبب نقل أمراض وسبب يعني موت لا قدر الله، فلازم الحاجات دي نراعيها. من أهم الشروط اللي واجب توفرها في الإيواء العاجل التكيف مع الحاجة، الحاجة المناسبة لهم هم، إمكانية الفك والربط في موقع جديد، يعني بعد ما خلصنا الحاجة دي ممكن ننقلها لمكان تاني، تكون معتمدة على مواد محلية قبل إعادة التدوير، تكون سهل إنها تنقلها من مكان لمكان، تتسم بالمرونة من ناحية التكيف وقابليتها على الطي، وتكون سهلة النقل أو الدمج أو الفصل. مع التنبيه إن تكلفة الإيواء العاجل يعتبر تكلفة إضافية للبناء الدائم، فلذلك من ضمن الحلول إن يتم نقل المنازل سابقة الأجهزة سابق التجهيز. زي مثلا كأس العالم كان في عدد كبير من المنازل سابق التجهيز، لما خلصت كأس العالم اتنقلت لتركيا والشمال سوريا، وبعد كده راحت المغرب وليبيا، فموجودة فين دلوقتي عشان نقدر إحنا نعيد استخدامها. أو زي ما قلنا المشاكل حصلت في أي بلد من البلاد، كان في بيوت موجودة سهلة الانتقال، دي نحاول ان احنا ننقلها من مكان لمكان.
وكذلك المنازل المتنقلة ساعة ناحية كورونا، كل دولة كانت عاملة منازل متنقلة، دي ممكن تكون مركونة محدش بيستخدمها، نقدر إن احنا ناخدها ونعيد استخدامها. طيب، من ضمن الحاجات الأساسية المباني العامة زي المدارس والمساجد أو أي مبنى ممكن نستخدمه كمأوى مؤقت، ويمكن إن احنا نأخر استخدامه الأصلي لوقت آخر زي المدارس، ممكن إن احنا نستخدمها في الفترة الأولانية. في منازل بسيطة مؤقتة غير دائمة، ممكن تستخدم المواد خفيفة زي قماش أو خشب أو حاجات أو أي مواد متوفرة وسهلة البناء والتركيب، وممكن الناس تدرب عليها، الناس اللي موجودة والتدريب هياخد سهل، يبقى يوم ولا يومين والناس تبدأ تتدرب بحيث إنها تعملها بشكل كويس. الخيام المصنوعة من الأقمشة والأغطية البلاستيكية بتوفر مأوى مؤقت غير مكلف، بس بتحتاج إن أنت تقدر تحط عليها حاجة بحيث تحميك من المطر، تمام، لأن دي من ضمن المشاكل اللي كانت موجودة. والخيمة ما تعملش بالزاوية كده، لأن أنت كده بتهدر المساحة، يبقى مثلا الجزء القاعدة بيبقى 4 متر في 4 متر، لكن بسبب الميل اللي محطوط دوت بقى فوق 2 متر في 2 متر، والناس مش عارفة تعيش، فلازم تبقى على شكل مثلا زي مكعب. في منازل جاهزة مسبقة الصنع solution prefabricated متعددة الاستعمالات فيما بعد، زي الخيام اللي ممكن تستوردها وتخزنها بحيث تستخدمها وقت الحاجة، أو المنازل الأخرى مسبقة الصنع. تمام، لازم الخيام تكون مصممة لوقاية من الأمطار، ما تكونش مائلة للداخل بل على شكل مكعب، ولا تسطح في الأماكن اللي تهب فيها الريح بقوة. طيب، دي مباني مثلا مسبقة الصنع بتصنع في المصنع وتتجمع، وزي الألواح أو البازل بتقدر إنها تكون سهلة جدا في التركيب، وتقدر تكيف حسب الحاجة اللي احنا عايزينها، وممكن نعملها بمواد محلية وممكن تكون متعددة الاستخدام. وفي بعض الحاجات بتبقى محطوطة على العجل تقدر إن أنت تنقلها. العيوب ممكن تكون مكلفة شوية، ممكن في ناس قلقانة إنها هنستوردها من الخارج، فنحاول إن احنا قدر الإمكان نحل المشاكل ديت ونصنعها في الداخل. في طبعا المخيمات الجماعية، الدولة أو مؤسسات عالمية هي اللي بتعملها، والمراكز إدارة الكوارث بتكون بالأشكال دوت. ده صورة من أرشيف السجل المركزي للأونورو، وإحنا عارفين إن هما دلوقتي بيدعوا عليهم، هي وكالة الأمن للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل بين قوسين اللاجئين، هم أصحاب الأرض مش لاجئين، الفلسطينيين. طبعا الأمم المتحدة بتحاول إنها تغيث اللاجئين، فعشان تعرف تغيث لازم يكون في لاجئين، فهي بتشجع الصهيونية عشان هي السبب لوجود اللاجئين. دي صورة من فلسطين 1948، مخيم جرمان اللاجئين دمشق سوريا. في بقى حاجة من ضمن الأفكار اللي هو الأوريجامي، ده فن ورق طي، ورق ياباني بتقدر إن أنت تطوي الحاجات، وبيبقى ورق قوي بتقدر إن أنت تعيش جواه، وفي ناس كتيرة بتستخدمه وتحط تعمل بيه بيوت، بحيث إن هو مجموعة من الكرتونات تحس إيه إنها حاجة بسيطة خالص، ارتفاعها مثلا 10 15 سنتي، لكن بتتفرد وتقدر تعمل بيها بيت يعيش فيها 20 شخص بالشكل ده. طبعا في منها اصدارات، وكل حاجه انا حاطط اللينكات بتاعتها بحيث لو حد حابب ان هو يدخل على الموقع ويتعلم منها او يشوفها او يشتريها او فيقدر ان هو يستفاد منها ان شاء الله. فهو ده نوع من الورق المقوي، مثل ان هو رخيص لان هو مواد معاد استخدامها غير مكلف، قابل للنقل، متين، معزول، سهل الاستخدام، من مستدام لان هو مصنوع من المواد معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير. فكاردبورج مي ده من الحلول الكويسة. في ممكن برضه من الحلول التانية هيكل من الخيزران، ممكن الخيزران مش منتشر في الدول العربية فنستعين بيه جريد النخيل، وفي ناس كتيرة بتعمل قرى سياحية من خلاله وبيبقى شكله جميل وصديق للبيئة، لكن بيكون في مشكلة المطر فلازم يكون في نوع من أنواع العسل. دي الكارفانات، ده عملناها بالثري دي، عملناها بالريفت بحيث ان احنا نحط فيها كل الداتا، وحاطين الشبابيك، حاطين عليها قضبان حديدية، وحاطين زي خلايا شمسية، ومفروض ان التصميم بيكون 3 ادوار على اساس يسيع اكبر عدد ممكن.
لان الكرفرات بتشبك ازاز، فلازم يكون في حديد من ناحية الامان، وبيكون مدهون بشكل يبقى ضد الرطوبة لان غزة على الساحل. فمثل القرار الأساسي إن إحنا بنوفر المأوى والغذاء والماء والصرف الصحي وأماكن للنوم وأماكن للتجمع والدعم الاجتماعي. طبعا الخلايا الشمسية ده بتخلي إن أنت عندك إمكانية ل عايز مثلا تشحن حاجة تنور حاجة هتبقى ممتازة جدا. وكمان ممكن تقدر تبني بالطابعة ثلاثية الأبعاد. في مثلا شركة صينية قدرت تبني 10 مباني في 24 ساعة. طبعا بتبني المباني، وده التصميمات اللي موجودة اوبن شيلتر، ده برضو من ضمن الحاجات اللي هي الايرث باك تيست، ان انت بتبني من خلال زي شوال مثلا بتحط فيه الطوب الني وتبدأ ان انت تبني من خلاله. ومكمل لجهود المهندس حسن فتحي من مصر، بدر الخليل من ايران، وجيرنوت من المانيا. دي اكياس مليئة بالارض موجودة في دول كتيرة. ده من ضمن المشاريع اهيت. فحسن فتحي كان بيقول ان ربنا خلق في كل بيئة اللي خلاها تقدر تقاوم المشاكل بتاعتها من خلال المواد. الذكاء المعماري ان هو يقدر يستخدم ويتعامل مع المواد الموجودة تحت قدميه، لان هي دي المواد اللي بتقاوم وبتتكامل مع قسوة بيئة المكان. فالفكرة بتاعتي سهلة جدا وبسيطة، من نفس المواد الخام الموجودة بتبدأ تعمل تخزين لحاجات في اكياس، تقدر تحط المواد الخام وتقدر انت تعتبرها الوحدة اللي بتبني بيها. دي اشكال كتيرة جدا، ممكن احنا نحط اشكال لا نهائية ونعمل يعني زي مسابقة ونبدأ نشوف افضل تصميم، بحيث ان هو يكون تصميم مفتوح على فناء مثلا، او اي تصميم بحيث ان هو يكون يراعي الحياة اللي موجودة هناك. دي بعض المساقط. ميزة البناء ان هو سهل ان انت تفكك المبنى وتنقله لمكان تاني، وسهل ان انت تعلمه للناس، والجدار قوي وعازل بسبب السماكة، سهل تسفك المبنى وتعيد بنائه ومقاوم الحريق والرصاص، ويعتبر اكثر العمليات بناء امانا.